التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بدأت بعملية عسكرية موسعة ضد جماعة الحوثي، ولكن هذه العملية العسكرية هي لا تأتي من فراغ أبدا، بل كانت هنالك عددا من الأحداث التي أدت إلى هذه العملية العسكرية. في 17 من مارس الحالي، مجلس التعاون الخليجي أعلن عن مبادرة لمحادثات يمنية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض من أجل حل الأزمة اليمنية والوصول إلى طريق مشترك، ولكن جماعة الحوثي رفضت هذه المبادرة وبدأت بالتصعيد منذ ذلك اليوم، أي قبل 10 أيام بدأوا بالتصعيد بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية. هنا كما ترون هذه هي الحدود بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية. الضربات استهدفت واستهدف الحوثيون المناطق الوسطية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كذلك المناطق الجنوبية وحتى المناطق الغربية، حتى لحظة تمكن الحوثيين من عملية القيام بهجوم بصاروخ مباشرة، صاروخ بالستي استهدف منشآت أرامكو الموجودة في جدة. هنا جدة وهنا الرياض، وهذه الضربة التي جاءت في جدة لم تكن قليلة أبدا، فاللقطات توضح طبيعة الضربة الكبيرة التي جاءت بهذا الشكل ضد واحدة من أهم مصادر الطاقة، ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإنما للعالم بأكمله، لأن إمدادات الطاقة إن تأثرت سيتأثر العالم بأكمله. وهذه الضربة إذا ما ذهبنا طبعا إلى القمر الصناعي لنرى طبيعة الضرر الذي جاء من هذه الضربة، توجهنا إلى هذا القمر الصناعي لنذهب مباشرة إلى جدة بهذا الشكل كما تلاحظون. سنهبط إلى هذا الموقع، إلى المنشأة تحديدا التي استهدفها الحوثيون بهذا الشكل، وطبعا الصاروخ بالنسبة للحوثيين الذي تمكن من استهدافه هو استهدف هذا الخزان للوقود الذي ترونه، مما أدى إلى أضرار في جميع هذه الخزانات، بالإضافة إلى أن هذا الخزان الموجود بهذا الاتجاه هو أيضا لا يعمل أساسا، أيضا تضرر، وكذلك كانت هنالك أضرارا وضررا في هذا الخزان للوقود بهذا الاتجاه منذ 20 مارس، وبالتالي لم يتبقى بالنسبة لهذه الخزانات التي نتحدث عنها لمنشأة أرامكو غير 3 خزانات بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبح الضرر كبير الذي نتحدث عنه. وهذا هو الأمر الذي دفع المملكة العربية السعودية لطبعا إعلان هذه العملية، لأن هنالك كثيرا من الاستفزازات. هنا نأخذ لقطة الدمار القادمة من شركة بلانت عبر الأقمار الصناعية، وسنلاحظ طبعا كما تلاحظون الضربة، كما نلاحظ هنا جاءت الضربة بهذا الاتجاه في هذا الخزان وتضررت كل هذه الخزانات، وهذا الخزان أيضا واضح من الأرضية بأن هنالك مشكلة. هذا هو الخزان الذي تضرر في 20 مارس، وبالتالي ليس هنالك إلا هذه الخزانات للوقود في منشأة أرامكو هي التي تعمل بشكل طبيعي. وكما تحدثنا هذا الذي دفع التحالف العربي للإعلان عن هذه العملية العسكرية، ولكن المثير بعد هذه الضربات التي رأيناها بهذا الشكل، مباشرة جماعة الحوثي أعلنوا عن هدنة، وهدنة أحادية الجانب من جانبهم بأنهم أوقفوا كل الهجمات بالطائرات المسيرة وبالصواريخ وحتى على مستوى مأرب وغيرها، أوقفوها لمدة 3 أيام بمبادرة من أجل إنهاء كل ما يجري من هذه الأزمة. والواضح من هذا الأمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية بأن الحوثيين والحوثيون يبحثون أن يكونوا هم أصحاب المبادرة وهم أصحاب الموقف القوي، ولكن هذا لم يمنع التحالف العربي من القيام بالهجمات التي يريدون القيام بها في هذه العملية العسكرية، لأن العملية العسكرية الخاصة بالتحالف العربي هي لتحييد الهجمات التي يقوم بها الحوثيون بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية على عمق المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس هم أعطوا 3 ساعات فقط للحوثيين وللمدنيين لإخلاء مطار صنعاء والمناطق والمستودعات للسلاح الموجودة في داخل صنعاء، وتحديدا في منطقة حدة، حي حدة، واحد من الأحياء المهمة. وكذلك هنا كما تلاحظون الحديدة أيضا نفس القضية في ميناء الصليف، وكذلك في ميناء الحديدة، هنا يأتي ميناء الصليف تقريبا وهنا تأتي ويأتي ميناء الحديدة. وعلى هذا الأساس جاءت الضربات بعد ذلك بسرعة كبيرة لتستهدف الحوثيين في صنعاء، دمروا مخزنا ومستودعا للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في منطقة حدة، دمروا منصات تابعة للصواريخ البالستية، كان هنالك أيضا نقلا للصواريخ البالستية في المنطقة الغربية.
الأمريكية في صنعاء ودمروها طبعا بالكامل بهذا الشكل. وبعد ذلك أيضا قاموا بضربات متزامنة أيضا على الحديدة التي تحدثنا عنها والتي تأتي حدودها الإدارية بهذا الشكل تقريبا. استهدفوا ميناء الصريف، وفي هذا الميناء المهم استهدفوا طبعا مخازنا تتواجد فيها العديد من الأسلحة التابعة لجماعة الحوثي، والتي نقلوها طبعا جماعة الحوثي مؤخرا بحسب البيان الصادر من قبل التحالف العربي. جاءت هذه المعلومات، تمكن التحالف العربي من تدمير طبعا هذا المخزن الذي يقع في محيط الصريف، كذلك قتلوا 3 خبراء في تفخيخ الزوارق في هذا الميناء المهم، وكذلك دمروا 4 زوارق مفخخة، وتمكنوا أيضا من صد إحدى الهجمات التي كان يريد الحوثي أن يقوم بها على إحدى السفن الموجودة في البحر الأحمر. كانت هنالك أيضا ضربة مؤثرة جدا جاءت في ميناء الحديدة هنا في هذا الاتجاه على إحدى المناطق أو المواقع الخاصة كما تلاحظون هنا بالنفط الخاص بالشركة اليمنية النفطية بهذا الشكل. وجاءت الصور، ودعونا نأخذ هذه الصورة وهذه الكاميرا القادمة من المركز الإعلامي لأنصار الله، لجماعة أنصار الله، لنأخذ هذه اللقطة قبل أن نرى الضربة التي تمت من قبل التحالف العربي. هنا كما نلاحظ هذه ساحة كما هو واضح، وكذلك هنا هذه هي الناقلات النفطية، واضح بأننا أمام عدد من الناقلات النفطية، وهنا كما تلاحظون هذه هي مضخة للوقود كما ترون، هنالك كذلك غطاء باللون الأبيض لهذه المضخة. من خلال هذه المضخة تأتي طبعا هذه الناقلات لكي تتزود بالوقود وبعدها تتحرك إلى المنطقة التي تريد الذهاب إليها، وكذلك هنالك مساحة بين هذه المضخة ومضخة أخرى أيضا تبدو بهذا الاتجاه، وكذلك كما هو واضح بأننا أمام خزانات للوقود موجودة في الخلف هنا في ميناء الحديدة، وأيضا هنالك خزانا واضحا بهذا الاتجاه من هذه الزاوية للكاميرا التي يستخدمها الحوثيون في إدارة هذه الأمور. الآن دعونا نرى ما الذي جرى من هذه الضربات التي جاءت في 3 فجرا في 3 فجرا في 26 طبعا من مارس أي يوم أمس. الضربة كانت كبيرة بهذا الشكل الذي تلاحظونه من سلاح الجو السعودي الذي حقق هذه الضربة القوية للغاية، ولكن الاستهداف بالدرجة الأساس هو جاء كما هو واضح إلى المضخات التي تحدثنا عنها، وهنالك كانت صورة من صباح هذا اليوم قادمة بهذا الشكل من قبل أيضا المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله. وكما نلاحظ هذه المضخات مدمرة، هنالك مسافة بينها بهذا الشكل، ولكن الصورة مأخوذة من موقع آخر من زاوية أخرى، وبالتالي إذا نلاحظ من هذه الزاوية سنلاحظ بهذا الاتجاه نحن أمام مستودع يبدو مميزا بهذا الشكل. كذلك يبدو بأن هنالك مبنى مرتفع يأتي أبعد من كل المباني التي نراها بهذا الاتجاه، وكذلك هنالك مبنى أبيض يبدو بهذا الشكل وهو يأتي مقابلا للمضخة الثانية التي طبعا تحدثنا عنها، بالإضافة إلى أن هذه الساحة واضح جدا بأنها موجودة مع دمار عدد من الناقلات النفطية بهذا الشكل. وعلى هذا الأساس إذا ما توجهنا للقمر الصناعي مع أخذ هذه العلامات لنتعرف أين هذه النقطة التي استهدفها التحالف العربي وتوجهنا بهذا الشكل، سنلاحظ هنا صنعاء طبعا بهذا الاتجاه، هنا الحديدة ونحن نهبط إليها بهذا الشكل، ونهبط إلى النقطة تحديدا التي تم استهدافها بهذا الشكل. وطبعا كما نلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات المطابقة تحديدا إلى الصورة التي جاءت من صباح هذا اليوم. هذا هو المستودع الذي تحدثنا عنه الذي يأتي بهذا الشكل، هذا هو المبنى المرتفع الذي طبعا كان واضحا بأنه أبعد من جميع المباني الواضحة، وهنا المبنى الأبيض الذي يأتي مقابلا لهذه المضخة بهذا الاتجاه، وهذه هي المضخة الثانية، وبالتالي واضح بأن الضربة جاءت بهذا الاتجاه وهذه الساحة واضحة، وهنا طبعا الناقلات النفطية التي تتزود من هذه المنطقة. وتأكيدا على هذا الأمر إذا ما قمنا بعملية التفافة بسيطة في الكاميرا فقط لنتأكد ونقارب هذا الأمر مع الكاميرا القادمة من أنصار الله والمركز الإعلامي لجماعة أنصار الله، سنلاحظ بأن هذه هي المضخات وهذه هي المسافة وهذا هو
طبعا الخزان النفطي الواضح بهذا الشكل الذي يأتي في الزاوية، وهذه هي الخزانات التي كانت واضحة بأنها على مسافة، وبالتالي الضربة استهدفت مضخات الوقود، ليس كما حدث مع الضربة التي قام بها الحوثيون مباشرة على منشأة أرامكو في جدة. الأمر لا يتوقف هنا بالنسبة إلى التحالف العربي. طبعا الأمر أيضا هنالك يصاحبه تطورات تجري في مأرب من قبل الحكومة الشرعية تحديدا، وكذلك في مواجهاتها مع جماعات الحوثي. هنا كما نلاحظ بهذه الخريطة، هنا صنعاء كما تلاحظون، وهنا مأرب التي تشهد العديد من المعارك. بالنسبة لمناطق السيطرة هي تأتي بهذا الشكل، بهذا الاتجاه سيطرة الحكومة الشرعية، وبهذا الاتجاه كما تلاحظون هي السيطرة بالنسبة إلى الحوثيين. طبعا بكل تأكيد المناطق المشتعلة هي ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي منطقة الكسارة التي تأتي بهذا الاتجاه، وكذلك الاشتباكات تجري في هذه الجبال المهمة، جبال البلق، البلق الشرقي والبلق الأوسط، وأيضا هنالك نقاط هنا بهذا الاتجاه في حجلة تجري فيها طبعا العديد من الصراع والصراعات والمعارك بالنسبة للحوثيين. الحوثيين يودون الضغط كما هو واضح من مدينة الكسارة للالتفاف على مأرب بهذا الاتجاه، وكذلك يحاولون أيضا التقدم من حجلة بهذا الاتجاه مع الضغط المستمر على مأرب. لكن المعارك تجري في مأرب في جبال البلق الشرقي والبلق الأوسط بشكل عال للغاية. دعونا نقترب من هذه المنطقة المهمة لكي نتعرف عليها ونرى ما الذي يجري. طبعا هذه هي مأرب التي تحدثنا عنها، ومناطق السيطرة تأتي بهذا الشكل التقريبي. الحكومة الشرعية هنا، وكذلك بالنسبة للحوثيين هنا. المناطق المهمة هنا العمود، وكذلك هنا الإعارف، وهنا منطقة لظى بهذا الاتجاه، وهنا الأريالات، وهنا طبعا منطقة أخرى وهي مهمة جدا وهي العقد، وكذلك الجدرة بهذا الاتجاه، وهنا طبعا نقطة الفلج سنتعرف عليها بكل تأكيد بالنسبة للحوثيين الآن لكي نفهم. هم يسيطرون على العمود وعلى الإعارف، وبدأوا بعملية طبعا حتى على لظى بهذا الاتجاه، وحتى على نقطة الأريالات في جبل البلق الشرقي بهذا الاتجاه. بالتالي هم بدأوا بالضغط على مستوى عالي، بدأوا بالضغط على الفلج قبل 48 ساعة من الآن، وكذلك بدأوا بالضغط على هذه النقطة التي تحدثنا عنها، ألا وهي طبعا العقد بهذا الاتجاه والرغبة الأساسية بالنسبة للحوثيين. دعونا نسيطر على هذه المنطقة، ودعونا نندفع إلى الجدرة، وبعد الجدرة يريدون التوجه كما هو واضح من هذا التحرك والضغط الذي يقومون به، هو السيطرة على هذا الطريق الذي هو طبعا يفصل بين طريقين، هنالك طريق بهذا الاتجاه وهنالك طريق بهذا الاتجاه يتوجه إلى مأرب، وبالتالي هم يريدون إغلاق هذا الطريق لإغلاق الإمدادات التي تأتي على هذه المنطقة ألا وهي البلق الشرقي. وبالتالي القوات الخاصة بالحكومة الشرعية ستواجه مشكلة في عملية الدفاع عن الفلج، في عملية الدفاع عن البلق الأوسط، ستسبب إرباكا مثل عملية الالتفاف هذه. ولكن هذا الأمر لم يتمكنوا الحوثيين من تحقيق شيء في هذه المنطقة، لا زالت طبعا الحكومة الشرعية تسيطر على كل هذه النقاط التي تحدثنا عنها، بل إنهم تصدوا للهجوم الذي كان قادما على هذه النقطة تحديدا، وبدأوا بالعكس، بدأوا هم بالضغط بهذا الاتجاه على الأريالات تحديدا. سيطروا، وبحسب طبعا الأنباء التي جاءت قبل 24 ساعة للحكومة الشرعية، تمكنت من تحقيق وتحرير عدد من المناطق بهذه الاتجاهات، تمكنت من الدفع بقواتها إلى الإعارف، وتمكنت أيضا من تحرير بعض المناطق الموجودة هنا في العمود. وبالتالي واضح جدا هم يبحثون على السيطرة على مديرية الجوبة التي تأتي بهذا الاتجاه، وذلك من أجل تأمين مأرب التي طبعا يسيطرون عليها بكل النجاح لفترات طويلة. وكذلك الواضح بأنهم يريدون أيضا الالتفاف بهذا الاتجاه، قد يكون هو الأمر المفضل بالنسبة إليهم. أي سيطرة بهذا الاتجاه سيعطيهم سيطرة نارية على أي تقدم للحوثيين، وبالتالي شيئا فشيئا يكون الالتفاف على الحوثيين بهذا الاتجاه بقوة عالية جدا. لذلك هنالك تقدم كبير طبعا يحدث أيضا على مستوى الحكومة الشرعية، واستنزاف للحوثيين على مستوى عالي. ولكن ما جرى في جدة وما جرى من هجمات حوثية وغيرها استفز عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وتحديدا من الحزب الجمهوري الأمريكي. ونحن وأنا أتحدث هنا عن جيمس ريش، وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقال في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن برفع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، الحوثيون المدعومون من إيران يهاجمون شركائنا في الخليج ويفلتون من العقاب. الإدارة ساذجة في استمرارها في ملاحقة اتفاق سيء
مع طهران. على هذا الأساس واضح جدا بأن الأمور لا تبدو سهلة، لا تبدو أبدا الأمور فعلا قد تصل إلى طريق مبادرات كثيرة، ضربات هنا وهناك، والسؤال الأهم كيف سينتهي وكيف ستنتهي هذه الأزمة التي دائما ما هي تأتي إلى الواجهة في ظل أحداث ساخنة تجري في العالم.